في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية في كل من مجالات تخصصه، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6651 قضية تمونية متنوعة، وضبط 1270 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 6943 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4996 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 45421 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9549 قضية تموينية متنوعة، من بينها 161 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 31027 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 36 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 625190 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9352 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1252 طن و200 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 338404 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 61346 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4355 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 209 سائق منهم، كما تم المرور على 114 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 372 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية كافة الحالات. كما تم فحص 257 مركبة، تبين مخالفة 7 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 644 سيارة و60 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 18879 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 746 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86748 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 72,115,679 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 210 قضية
في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 119 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة، كما تم ضبط 91 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 78,540 كتب دراسية وكتب خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 40 قضية بقيمة مالية بلغت 205,877,691 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2438 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,143,114,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,609,766 جنيها.